للخارج، وإن شاء الله إن شاء الله نكون دائما موفقين في ذلك. طبعا بنرحب بمحللي 3 بلس 1 المحلل الرياضي فراس قدومي والمحلل الرياضي ثابت قواقنا. اهلا وسهلا فيك كابتن فراس. كابتن ثابت، بنصدقية كلمة للإعلامي وفاز القار. تمام. أول شيء يعني أنا من فترة صغيرة تعرفت عليه وخذنا حوار أنا وياه، واللهم صل على محمد، يعني إنسان راقي جدا، ودائما بيطمح الإنسان إنه يكون في نص معرفة وقدرات وفهم الأستاذ وفاء، قدوة لنا إحنا كشباب للأمان، يعني إن كنا إعلاميين أو رياضيين أو محللين أو مدربين أو أي شيء، إنه قدوة لنا إنه نشوفه كيف كان معنا إنسان هون موجود وهسه وين صار في المكان اللي هو فيه ما شاء الله عليه. بتمنى له دائما الأفضل، وإحنا بالفعل سعداء إنه يعني موجود معنا اليوم هنا في الحلقة. كابتن ثابت، يعني صراحة أنا كثير مبسوط اليوم، الحلقة استثنائية. الكابتن وفا يعني غني عن التعريف، يمكن وإحنا صغار وإحنا أول ما وعينا على كرة القدم وإحنا نعرف الكابتن وفا دائما نشوفه دائما نفخر، حتى بتذكر حالي وإحنا في المدرسة وإحنا قاعد مع أهلي، أول ما تيجي الصورة على الكابتن وفا أحكي لأهلي الكابتن وفا من عندنا من الأردن، دائما على بين سبور دائما، يعني فخورين فيه. أنا مبسوط اليوم إني أنا موجود أنا وياه في حلقة واحدة، وكابتن قدوتنا ومنتعلم منه كلنا. متابعينا راح نبدأ بالمحور المحور الأول. كابتن وفاء، من الأقرب للهبوط، الجليل أم معن؟ والله شوف، رقميا وحسابيا الجليل أكيد، لكن لما بتتفرج على واقع الجولات الأخيرة في أي دوري في العالم، مش بس في الدوري الأردني، لا وجود للتوقعات ولا وجود للتكهنات بصفة عامة. نحن على الورق الجليل أصبح أقرب، خاصة بعد خسارته أمام معان، أقرب المطاردين وأقرب الملاحقين، لكن ما سيحدث في الغد غير مضمون بالنسبة لكلا الفريقين، سواء كان الجليل أو سواء كان معان. بصراحة جليل ومعان فريقين متقاربين إلى حد كبير في الصفات هذا الموسم، وهذا التقارب جعلهما مهددان سويا من أجل حجز البطاقة الثانية للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، يعني متشابهين على بطبيعة العناصر، بخبرة البعض منهم، بكفاءة البعض الآخر، متشابهين على مستوى النتائج. يعني بداية الجليل اللي كانت واعدة بفوزه ببطولة الدرع لربما رفعت سقف الطموحات عند الجليل أنفسهم وعند مشجعيهم ومحبيهم، لكن الفريقين أيضا متشابهين في الظروف. يعني الجليل من فك وأن أنهى مشاركته في بطولة دوري الدرجة الأولى إلى أن اصطدم في بطولة الدرع ومن ثم في بطولة الدوري، يعني الفريق لا لحق يعمل انتدابات، لا لحق وأنه يعيد ترتيب الأوراق، لا لحق وأنه حتى يلقط نفسه وأنه يعيد استشفاء اللاعبين ويعيد مرحلة إعداد جديدة لحتى يدخل في خضم الصراع والمنافسة. الوجه الشبه بالنسبة لمعان، معان قبل بداية الموسم بأيام كان قاب قوسين أو أدنى وأنه أصلا ما يشاركش في البطولة، لا عنده لاعبين لا عنده محترفين، النادي مش قادر وأنه يسير أموره المالية لحتى يبني الفريق من أول وجديد، وكان طبعا صرف عليه كثير في الموسم الماضي وكان الهم الأول والأخير هو الثبات. لكن من الأقرب للهبوط نظريا هو الجليل، لكن غدا يخلق الله ما لا تعلمون. كابتن، سؤالي لك من شقين. السؤال الأول أنه هل الجليل وقع بفخ بطولة الدرع؟ وأنا دائما هاي بتحدث فيها أنه بطولة الدرع ما تكون فخ، خصوصا للفرق ما بتنافس، لأنه دائما الأندية الجماهيرية تعتبر بطولة الدرع محطة إلها للاستعداد. هل وقع الجليل في فخ بطولة الدرع؟ والسؤال الثاني كابتن، على الورق هل السلط وشباب الأردن أنو المباراة الأخف لكل الطرفين الجليل ومعان؟ والله شوف، بالنسبة لبطولة الدرع لا، هو مش فخ، هو بواقع كرة القدم وبعرف كرة القدم الأقرب من أجل الفوز في بطولة الدرع في ذلك الوقت كان الجليل، لأنه كان خارج من حمى المنافسة قبل أيام قليلة من دوري الدرجة الأولى، كان منتشي نفسيا بالصعود إلى مصاف أندية المحترفين، كان ما زال في خضم المنافسة من الناحية الذهنية ومن الناحية النفسية، وهذا مهم جدا. يعني واحدة من أسوأ ظروف كرة القدم الانقطاعات، لأنه أنت بتبعد اللاعب عن الجهوزية البدنية والنفسية والفنية، لكن الجليل كان مواصل، فبالتالي كانت أموره أفضل
بينما أندية المحترفين الأخرى كانوا ما زالوا لسه بياخذوا نفس ولسه بيحاولوا أنه يجهزوا الفريق، بينما الجليل إجا فريق جاهز بصراحة، وهذا أهله أنه يكون بطل لبطولة الدرع. هو ما كانش فخ، هو حدث ما هو معقول ومنطقي في عالم كرة القدم بمنتهى الصراحة. بالنسبة لشباب الأردن والسلط وفي لقائهم مع معان والجليل، أنا مبارح حكيت وأنه يعني تعتبر مباراة صعبة على 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 شباب الأردن وعلى السلط. يعني أنت تخيل، بالرغم من أنه السلط مركزه لن يتحسن، شباب الأردن خلاص ملهوش أي شيء في الدوري، بس لما أنت في العامية يكون معلق في رقبتك فريق وأنت ممكن تتحكم في هبوطه أو في تأهله أو في ثباته من خلال الفوز أو الخسارة أو التعادل، هذا في عليه ضغط كبير. لا يعني وأنه الصلد مباراته أصعب، ولا يعني وأنه شباب الأردن مباراته أصعب، المباراتين بنفس الصعوبة وبنفس الأهمية. كابتن فراس، سؤالي كما كان سؤال كابتن وفا، أقرب من أقرب للهبوط؟ بس احنا من الحلقة الماضية حكيناها، يعني أنه الجليل أقرب هو رقميا وحسابيا والأمور هاي، ولكن زي ما حكى الكابتن وفا ممكن المباريات تكون، ممكن مباراة مثلا شباب أردن أخف للفريق اللي بيلعب مع شباب أردن، أخف من مباراة السلط راح تكون، لأنه السلط يعني خلينا نقول الرتم عنده أحسن في طول الدوري كان. شباب الأردن لا، كان عنده في مرات تلاقيه بالتوب، مرات تلاقيه فريق أقل من عادي. فأنا أعتقد اللي بيلعب مع شباب الأردن هو اللي فرصته أكبر يعني يظل في الممتاز السنة هاي. كابتن ثابت، بدنا نشوف ما حدث بالأسبوع الماضي، البلبلة تبعت الجزيرة لازالت موجودة، هل ما حدث خلال الأسابيع الماضية أنه بيخلي نادي السلط وشباب أردن يدخلوا بأقوى ما عندهم عشان ما حدا يحكي؟ وللصراحة يعني لأنه جميع الإعلام مستهجن طريقة استدعاء لاعبين الجزيرة وعندهم مباراة مهمة يوم الخميس للتحقيق. هذا شوف، أنا دائما يعني دائما نهاية المسابقات الكروية يعني الدوريات دائما بس تنتهي يعني في آخر جولة أو جولتين، خلص الموضوع الأمور الفنية خلص يعني بتبطل. يعني أنت الآن صلنا من أول الموسم نحكي عن الأمور الفنية، فما في أمور فنية نحكيها مين أقرب ومين مستوى أعلى ومين ممكن يدخل فنيا أعلى من الثاني، لأنه خلص الأمور انتهت. هاي دائما آخر مباراة سواء للبطل اللي بنفسه على الدوري أو سواء اللي بيلعب على الهبوط، بدخل الأمور بركز على الأمور الذهنية، على الأمور النفسية، على الجوانب هاي، لأنه الأمور الفنية حكيت لك انتهت. الآن مهم جدا هذا الحكي اللي حكى الكابتن وفاء بالنسبة للاعب لفرق زي السلط وشباب الأردن. احنا حكينا كان في ظروف ممكن تكون مشابهة إلها، مباراة الفيصلي والرمثة حكيت لك أنا لو بدي أحط نفسي مكان لاعبين الفيصلي راح ألعب المباراة زي كأنها نهائي، زي كأنها بطولة، لأنه أنا سمعة اللاعب وسمعة النادي، وزي ما حكى الكابتن أنه أنت يكون في بالك دائما داخل على المباراة وأنت في بالك أنه في فرق ثانية مستقبلها أو نتائجها معتمدة عليك أنت وعلى ضميرك وعلى يعني أنت بينك وبين نفسك، فلا أنت بتعطي أعلى من المعهود. يعني بعتقد السلط وشباب الأردن حيعملوا مباراة يعني بتركيز أعلى من المباريات اللي راحت، لأنها الموضوع بتعلق في بصير ضمير وبصير الأمور شرفيات. فلا بعتقد السلط وشباب الأردن راح يعمل مباراة ممتازة الاثنين، لأنها مباراة حساسة وما فيها مجال للتهاون وما فيها مجال أنك تعطي حدا من صار في الجزيرة بالضبط واللي صار مع الجزيرة. فلا أنا بدي أبعد نفسي عن الشبهات وأعطي كل اللي عندي، وبالعكس هذا شيء محترم أنك تقدم مباراة كويسة. وما بعرف الناس اللي بتفسر الموضوع إنه لا أنت اليوم أجيت تلعب قدامي ومستوى كويس أو أنت هذا، هاي 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 مش هذا مش شغلك أنت كخصم، إنه الخصم اللي قدامك عمل مباراة كويسة أو لا، ركز مباراتك، بالعكس أنت ألعب اللي عندك، والخصم من واجبه إنه يلعب مباراة بأقصى ما عنده على مستوى، ويترك الأمور الثانية للتنافسية بين الجليل ومعان. يعني أنت ما مش شغلك أنت ألعب مباراتك زي ما أنت، وهم الأجدر بيبقى واللي بهبط يعني مارد لك. يعني كابتن وفا، 40 عام الرمثة لم يحصد بطولة الدوري، شو الأمور السلبية اللي راح تأثر على الرمثة؟ شو الأمور الإيجابية اللي راح تكون من مصلحة الرمثة؟ مع أني أنا دائما واحد من الناس بحكي أن جمهور الرمثة راح يضغط الفريق الرمثة. للأسف أنت ممكن توقع في مطب بصفة عامة في الحياة لما بتكون الإيجابيات هي نفسها السلبيات، فأنت بتصير محتار أنت، طيب أنا بدي أتخلى عن السلبيات لكن بنفس الوقت هي عوامل إيجابية. هذه السلبيات والإيجابيات هو الضغط اللي قاعد بيصير، والرمثة سبق له وأن حدث معه ذلك في مواسم سابقة، وأنه عاش تحت ضغوطات كبيرة جدا، وبالتالي فقد بطولة الدوري في وقت كان هو أقرب وأنه يفوز باللقب. فكرة
الابتعاد 40 سنة هذا ضغط لوحده، هذه نقطة سلبية وبنفس الوقت إيجابية. يعني نحن بدنا نعوض كرمثة هذا الإخفاق وهذا الغياب 4 عقود سابقة عن منصة تتويج بلقب الدوري، لكن هذا بيحملني مسؤولية أكبر. أوكي، تحمل المسؤولية شيء مهم جدا، بيرفع من معنويات اللاعبين وبيرفع من حافزهم بكل تأكيد. الضغط اللي قاعد بيصير خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنت ما بتقدر وأنك تحرم الجمهور وأنه يعبر وأنه ينفس عن الشيء اللي بداخله. وأنا أعذر جماهير الرمثة حقيقة، لأنه هم فعلا في 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 مجموعة كبيرة من جمهور رمثة اليوم ما حضر تتويج العام 1982، فأصبح هو بأمس الحاجة وأنه يشوف فريقه بطل للدوري. ما بتقدر تلوم، لكن النقطة اللي ممكن تحسب لإدارة النادي الرمثة وإدارة فريق كرة القدم أنه يبعدوا الفريق عن مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، أنه يحطوهم يعني مثلا الرمثة بدأ يوم أمس معسكره في عمان، هذه خطوة جيدة جدا من أجل التركيز أكثر، من أجل الدخول في أجواء المباراة أكثر. يعني مجرد فكرة، طرح فكرة، يعني لما كنت لاعب كنت لما تطرح فكرة وأنه بدنا نعسكر أشعر بأهمية المباراة أكثر، وأشعر وأنه أنا دخلت في أجواء المباراة أكثر. فهذه كانت خطوة كويسة. اليوم إدارة الفريق مطالبة وأنه تعزل اللاعبين أكثر، تسيطر عليهم أكثر، والجهاز الفني من غير المنطقي والمقبول وأنه يحمل المباراة أكثر مما تستحق. يجب أن تكون مباراة عادية جدا في الدوري. نعم، هي 3 نقاط بمثابة الفوز باللقب، لكن على الكابتن أمين فيليب وأن يلعب المباراة كما لعب في المباريات السابقة. شفنا فريق الرمثة فريق هادئ، فريق متزن، فريق يلعب كرة قدم نظيفة وجميلة في الأسابيع القليلة الماضية، ويجب أن يعتبر من المباريات اللي خسر فيها النقاط في الإياب. الرمثة المباريات اللي خسر فيها النقاط في الإياب كان مشحون من الناحية الفنية، فبالتالي أهدر نقاط كانت مهمة جدا. كابتن وفا، الدروب اللي حاصل في الوحدات كان في نقاش مع أحد الجماهير أنه بيحكي لك ممكن الرمثة يتعثر، بس هل الوحدات قادرة على الفوز على شباب العقبة عصفا على ما صار في الأسابيع الماضية بالدروب اللي حصل للوحدات؟ الوحدات كان قادر وأنه يحسم اللقب قبل ما نقعد هاي القاعدة. الوحدات اللي عمله الموسم الماضي وبنى عليه هذا الموسم في مرحلة الذهاب، والخبرة اللي اكتسبها في المشاركة في دوري أبطال آسيا، والاحتكاك الكبير اللي حدث بينه وبين نظرائه في غرب القارة الآسيوية، كان ممكن يجعل من الوحدات بطل قبل على الأقل 3 أسابيع من نهاية الدوري. لكن الوحدات حتى مش بس مباراة العقبة القادمة، الوحدات كل المباريات اللي خسر فيها النقاط بالتعادل أو بالخسارة كان قادر وأنه يفوز فيها، ما عدا مباراة واحدة وهي مباراة شباب الأردن في الإياب اللي خسر فيها بالأربعة. هذه المباراة لا يمكن أن تعاد في تاريخ الوحدات حقيقة. لكن نعم، الوحدات قادر على أنه يفوز على العقبة. الوحدات فريق مدجج بالنجوم، الوحدات فريق يفترض وأنه هو أجهز فريق كان قبل بداية الموسم، عنده جهاز فني صاحب خبرة طويلة وعالية جدا، ويعني أعتقد وأنه فئة كبيرة من جمهور الوحدات تثق بالكابتن عبد الله أبو زمع، وبالتالي نعم فرص الوحدات كبيرة بالفوز على العقبة. كابتن فراس، الوحدات أمام محك، هل زي ما يشاع الأمور الانتخابية أثرت على مستوى الوحدات تحديدا بعد الأسبوع السابع؟ هل عوامل الانتخابات بتأثر بالأمور الفنية داخل الوحدات؟ عبد الله أبو زمع، وبشهادتكم أنه الموسم الماضي سبب نجاحه فصل الفريق عن كل المشاكل اللي حصلت من ذهاب الإدارة، الاتيان بلجنة مؤقتة، تعاقدات مع لاعبين، هل هاي الأجواء أثرت على الوحدات؟ شوف، إذا إحنا بدنا نحكي إنه أثرت على الوحدات أو ما أثرت، زي ما حكى الأستاذ وفاء إنه الوحدات أنت مدجج بنجوم وأنت اكتسبت خبرة وأنت إلك فترة طويلة، يعني إلك تقريبا سنة أو سنتين ماشي بنفس النظام وماشي بنفس الأسماء تقريبا، وبالعكس قاعد أنت بتزيد عليهم لعيبة وبتزيد عليهم مراكز، وكمان نفس الجهاز الفني أنت ما تغير عندك شيء. إحنا حكينا حتى ببداية الموسم كان في فصل، عبد الله بزمع أو الكوتش عبد الله قدر يفصل بين لعيبته
وبين مشاكل إدارة للجنة المؤقتة والأمور هاي والمشاكل اللي كانت في بداية الحرب الطاحنة للانتخابات اللي بتصير كل فترة في الوحدات وبنسمع عنها كبير. أنا بشوف بالفترة الأخيرة بعد يعني شو يعني بعد ما خلينا نقول اكتسبت شوية خبرة في الرياضة الأردنية صرت أشوف إنه لا بضخموا الموضوع هذا كثير، إنه الانتخابات بتأثر وبتحكموا وما بتحكموا بتدخل فلان وبتدخل شفلان. أنت كان بقدرتك يعني والله يعني أنا يعني آسف للتعبير هذا أنا بدي أحكيه، إنه أنت بتقدر لو جبنا اي حدا ومسكناه اللعيب اللي كان مع الوحدات مش انتقاصا من الكوتش عبد الله، ولكن هي كانت عدم الثبات على تشكيله في عده عوامل كان في عنده، ولكن كان انه الوحدات فريق جاهز، خرج ذهنيا خرج نفسيا خرج عدم توظيف سوء توظيف عدم تفاهم ما بعرف شو اللي كان يصير بالضبط، يعني شو اللي صار معهم مره واحده هيك في الذهاب كان هو بطل المرحله هو الفريق الاجهز ويعني ما كان حدا يعني ما حدا توقع انه مثلا حدا يطلع عليه، ان قلنا حتى حكينا احنا تتذكروا حكينا ممكن بس الفريق الوحيد اللي ممكن ينافسه اللي هو الفيصلي، ليش مش انه بس الفيصلي انه جاهز او متجاهز لانه بس عنده تاريخ يعني انه يعني زي ما بقولوها حراره الروح حراره الروح ضلوا يعني انه ينافسه للاخير، هذا اللي حكيناه وقلنا ممكن الرمثه مش انه مش ممكن هو الصلب، ولكن الرمثه كان احنا ترتيبنا اذا بتتذكر ثابت والشباب الموجوده كان تقريبا الرابع بعد السلط، لسه السلط حطنا اجهز منه، فللاسف السلط هو صار معه موضوع بعد البطوله كاس الاتحاد الاسيوي انهار نفسيا، ولكن هي الوحدات انا اعتقد كابتن ثراس ليش نجح الموسم الماضي ما نجح هذا الموسم بعزل الفريق عن المشاكل الاداريه؟ نجح لبدايه لمرحله الذهاب كان ناجح الموضوع، ما بس ما بقى يعني برجع بقول لك شو اللي صار معاهم يعني في الاياب، هل هي عدم انا بقول انا اعتقد يعني هي عدم ثبات على تشكيله، كان كل فتره تلاقي مثلا خلينا نقول احمد سمير كل مره بيلعب حتى في الملعب لما يكون نازل انت بتقول ما هي نزل احمد سمير دائما، بس احمد سمير كل مره باخذ وظيفه شكل قاعد، كل مره انت كل ما تعود على مجموعه مثلا خلينا نقول خط وسط بيروح الموضوع لا 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 شيء ثاني، فهنا مشكلة صار الوحدات أنا أعتقد هي عدم ثبات على تشكيلة، خلينا نقول ما كانوا فاهمين أدوارهم، وفي سوء طالع كان عندهم في مثلا المهاجمين في المحترفين ما توفقوا ما كانوا ينزلوا ما كان لعبهم في عدم توفيق من المحترفين، ما بنقدر نرمي كل شيء على على الرئاسة والانتخابات اللي بدها تصير عندهم يعني. كابتن ثابت عالميا وخصوصا محليا صاحب الفرصتين دائما ما يسقط، كيف راح يعالج الرمثة ويدخل على المباراة إنه أنا قاعد لازم الرمثة إذا بده يكسب بطولة الدوري أنا داخل على المباراة خسران 1-0 وجهة نظري، ما يركن أنه أنا التعادل ممكن يمنحني اللقب ويصير يلعب على الفرصتين ويتعذب بالنار آخر شيء. أنا حكيت قبل يمكن 3 أو 4 جولات من اليوم حكيت على المعسكر اللي راح يصير، صحيح. حكيت أنا من وجهة نظري أنه الرمثة لازم يدخل معسكر، ليش؟ لأنه إحنا بنحكي قاعدين الرمثة خسر أكثر من مرة البطولة باللحظات الحساسة هاي، في سنة من السنوات وصل مع الفيصل لمباراة فاصلة، سنة من السنوات نافس الوحدات وخسرها في آخر الجولات، حتى في سنة من السنوات خسر نهائي الكأس مع ذات راس. إحنا الآن بنحكي على الخسارات ما بتصير فنيا، لأنه الفريق اللي واصل النهائي ففرصته بالفوز باللقب 50%، يعني واصل نهائي كأس أو واصل مباراة فاصلة. الآن إحنا بنحكي بمشكلة الخبرات واللاعبين، اليوم حكينا عن المعسكر هذا عشان إذا اللاعب ما عنده خبرة، إذا اللاعب خبرته ما بتنصفه في او ما بتقدر تشيله في اللحظات الحساسه هاي، المشكله مش فيه، المشكله في المسؤول عنه الان باداره الفريق بالمدير الفني. اليوم الرمثه في عندك لاعبين 3-4 لاعبين بالفريق كلهم صارت معهم هاي القصه قبل هيك، حمزه الدردور مصعب اللحام، الان دور الناس هاي دور المدير الفني دور اداره الفريق دور الكباتن بالفريق هم المسؤولين عن هاي الموضوع، هم اللي لازم يدخلوا الفريق واللاعبين للمباراة بالطريقة المناسبة. الآن اللاعبين فنيا كلهم كويسين، فنيا بيقدروا يفوزوا على الجزيرة. الآن بس حكيت لك الدور الصعب على الكباتن وعلى المدرب وعلى الإدارة تعرف تفوت الفريق على المباراة وتحكي لهم أنه أنتم في الموسم هذا فزتوا مباريات أصعب بكثير من هاي المباراة، مع احترامي لنا الجزيرة الآن أنت فزت على الوحدات ذهاب إياب، لعبت مباريات كويسة، جيت من تحت وصلت القمة، لما اللاعب يرتاح ويدخل المباراة، ويمكن كابتن وفاء كان لاعب وبيعرف هذا الإشي، لما اللاعب يدخل المباراة مرتاح وتشيل عن ظهره كل الأمور الحساسة اللي داخل فيها الجماهير ما بتقدر تقولها أنت ما تضغط على اللاعب، لا الجمهور هذا صلوا مش فرحان باللقب 40 سنة، إجباري يكون متلهف وإجباري يحط ضغط على اللاعبين، ها أنت ما بتقدر تحاسب الجماهير، أنت عندك اللاعبين اللي أنت اللي مسؤول عن اللاعبين مش مسؤول عن الجماهير، تخلي اللاعب اللي ما عنده الخبرة الكافية يدخل المباراة وتشعر أن المباراة قادر يفوز فيها وأن المباراة سهلة عليه، هاي وظيفة الناس اللي عندها الخبرة وأصحاب الخبرات تفوت الفريق على أنه يفوز، أكيد طبعا لازم يلعب على الفوز
وأنا باعتقادي الرمثم قادر على الفوز ونجح في اختبارات أصعب من هيك في هذا الموسم. وإذا لا سمح الله وإنهم ما فازوا فرح يكون الموضوع أنه اللاعبين ما فاتوا المباراة بالنفسية والذهنية المناسبة للمباراة لحجمها، حجم المباراة بحد ذاته بعيدا عن الدوري، أنا بحكي عن حجم التسعين دقيقة. لازم يعرف اللاعب شو حجم التسعين دقيقة وما يربطها بأنه بالجماهير وبالدوري. طبعا متابعينا، وقبل ما نروح على المحور الثاني ورح نطلع لفاصل، كابتن وفاء أنا بعرف أنه أنت ما بتحب تعطي أسماء، لكن أنا اليوم بدك تعطيني اسم. في عنا فار 3 بلس 1 وبدنا نسجل اليوم توقعاتك. معانو للجليل رح يهبط. ليش؟ قوي. يعني لا، شوف مباراة الجليل مع شباب الأردن صعبة، ومباراة معاد مع السلط صعبة. أنا أتوقع كلا الفريقين يخسروا ويهبط الجليل. يهبط الجليل. اللقب لمين؟ رمثة ولا الوحدات؟ رمثة أقرب. كابتن فراس، انا اعطيت زمان وسب لا اعطيت زمان هذا اليوم تحكي لي رمثة ما بزبط، لانك انت من الاياب انت بتحكي لي وحدات وحدات. انا لا مش إن لا، ما هي هاي بالاخير مش قناعه، مش ايش مبدا اساسي، هاي مع بتغير مع الفترات الامور. برجع بقول الرمثة اقرب لللقب، ولكن انا عندي توقع انه الرمثة يعني باللي سواه الفتره الماضيه جماهيره وحتى ادارته الرمثة ولا الوحدات؟ اعتقد الوحدات يرد. انا متوقع انه الرمثة، انت متوقع انه الجزيره يعمل مفاجاه؟ طيب جليل ولا معان؟ الجليل. انا مات لا تزنقني، ما بحبش الزنقات انا. هو بقول لك وقعنا مع جمهور رمثة هذيك المره على الكومنتات. يعني صراحه بعتقد الرمثة اقرب لحصد اللقب الهابط. هاي صعبه يعني صراحه. انا انسالت هذا السؤال يمكن في نص مرحله الاياب، كنت بحكي انه معان هو الاقرب. بعتقد انه الجليل ممكن الجليل يقدر يعمل نتيجه مع الشباب الأردن، بس أعتقد معان صعب يعمله مع السلط. إيش كابتن وفا عملت لنا شير ولا لسه؟ عملتها بس على ستوري. متابعينا راح نطلع لفاصل ونتابع معكم المحور الثاني إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية قولت كيك أوف لمحترفين البلاي ستيشن. ممكن اسجلها يا ربيتش ولا هدف. البطولة راح تكون نارية حماسية، كنا بنستناها. هذا ده. ورجعنا لكم متابعينا والمحور الأهم، ونبارك تأهل منتخبنا الأولمبي لنهايات كأس آسيا في أوزبكستان العام القادم إن شاء الله. كابتن وفا، بس قبل ما أدخل بالمحور الأولمبي ومنتخبنا وأحمد هايل، تعليقك على اليوم الحكمات اللي أداروا اللقاء، سحاب والبقاء. والله شوف، فكرة كويسة، لا فيك فكرة كويسة. أي نعم، خلينا أحط بين قوسين بأنه نحن ينقصنا الكثير لحتى نوصل لهذه المرحلة، لكن أنا مش ضد. يعني مباراة نتيجتها لا تؤثر على 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 سلم ترتيب الدوري نهائيا، وبالعكس الحكمات الأربعة اللي موجودين اليوم بصراحة عندهم خبرة كويسة في المشاركة في دورات الألعاب الآسيوية، في التصفيات الآسيوية، في الدوري السعودي بحكموا أحيانا دوريات فئات عمرية، فبالتالي خبرتهم كويسة.
وأنا دائما عندي مقولة بأنه نحن ما نحكمش على الشخص بالإعدام قبل ما أنه نحقق معه ونشوف التجربة إيش ممكن تطرح لنا. فبمباراة من هذا النوع لا ضرر ولا ضرار، فكرة جيدة لا بأس بها، لكن بنفس الوقت أيضا نحن مش لازم نقفز قفزات واسعة جدا. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة فبارك الله فيما رزق، لكن بنفس الوقت في عنا أشياء كمان لازم ندير بالنا عليها. كابتن وفا، تأهل للمنتخب الوطني كان في تفاوت بالمستوى ما بين التصفيات وما بين بطولة غرب آسيا. وسؤال الثاني لك، هل إحنا مطالبين بحصد اللقب أو ما هو المطلوب من المنتخب الأولمبي في أوزبكستان؟ والله شوف، مبدئيا وأتمنى أني أكون غلطان، هذا المنتخب لو لم يشارك في بطولة غرب آسيا بغض النظر انه فاز باللقب او لم يفز باللقب، لكن هذا المنتخب لو ما راح لعب في بطولة غرب آسيا في السعودية لكان خسر من تركمانستان ومن فلسطين وتذيل منتخبات المجموعة وخرج من التصفية، لانه اللي عمله المنتخب الرديف في السعودية كان وفق مبدأ التدرج او الارتفاع في السلم البياني او في الخط البياني التصاعدي على صعيد المستوى الفني، على صعيد التناغم، على صعيد الانسجام، على صعيد أول ما عين أحمد هاي المدرب لهذا المنتخب أنا قلت وأنه اللاعبين في خبرتهم أكبر من المدرب، هذا المدرب يجب أن يكتسب خبرة من خلال المباريات الرسمية. ففعلا بدأ الكابتن أحمد هاي يكتسب الخبرة من خلال المباريات الرسمية في بطولة غرب آسيا. نحن شو رح نعملنا بعد ما رجعناهم وهم في القمة؟ رجعناهم لأنديتهم 10-12 يوم ورجعنا جبناهم كمان مرة، فقدنا الانسجام وفقدنا التناغم وفقدنا الجهوزية النفسية وفقدنا تذكر لما قلت لك الجليل كان من المفترض أن يكون بطل للدرع لأنه أجهز فريق من كل النواحي نفسيا وذهنيا وعلى المستوى التنافسي ولسه اللاعبين في فورمة المنافس. في الفورمة أنت ذكرت أنه كانوا جايين من الدرجة الأولى هم الوحيدين المستعدين من بين كل الأندية. نعم، كان الفريق لعب له 11-12 مباراة على مستوى تنافسي عالي فبالتالي كان جاهز. نحن جبنا المنتخب الأولمبي بعد مساكين من طحنوا من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية خلال 10-11 يوم لعبوا 5 مباريات ورجعوا فائزين باللقب، رجعنا رجعناهم للأندية طحناهم أكثر لأنه الأسبوعين الماضيات كانوا أسبوعين كان ممكن تحدد فيهم الهابط الثاني وكان ممكن تحدد فيهم الفائز بلقب الدوري، وكل لاعبين منتخب الرديف أساسيين في أنديتهم. وهل يعقل أخوي رافت، والسؤال كمان للإخوان اللي معك في الاستوديو، هل يعقل في أي بلد في العالم بتلعب كرة قدم أجيب لاعبين منتخب ب23 الشهر ألعبهم مباراة رسمية ب25 الشهر في التصفيات؟ مش ممكن، لا يعقل. طب نزار الرشدان خلال 180 دقيقة في التصفيات لعب 45 دقيقة فقط ولم يكن مؤثرا لأنه داخل على المنظومة خلال 24 ساعة من غير المعقول وأنه يدخل في أجواء اللعب. علي عنوان لولا الهدف اللي سجل في تركمانستان لم يكن مؤثرا، لا رأس حربة مع تركمانستان ولا طرف يمين مع فلسطين. يعني في أشياء تحدث في كرة القدم الأردنية أنا أستغرب من حدوثها. هل يعقد يعني يجيب أي مرار قريب يقول له أنا أجمع منتخب ب23 وألعبه في التصفيات ب25؟ بيضحك علي. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، لا، منتخبنا غير مطالب بالفوز ببطولة كأس آسيا اللي تحت 23 عام على الرغم من أنه إجا تصنيفه ممتاز جدا اليوم على صعيد القرعة، يعني المستوى الثاني منتخبنا آخر منتخب في التصنيف الثاني، فبالتالي نحن سبقنا منتخب اليابان مثلا، منتخب اليابان إجا في التصنيف الثالث. بس كابتن ممكن شيء
هذا البرنامج برعاية كيك اوف لمحترفين البلاي ستيشن. ممكن اسجلها يا ربيتش ربيتش ولا هدف. البطوله راح تكون ناريه حماسيه كنا بنستناها. هذا البرنامج برعايه هذا البرنامج برعاية كيك اوف لمحترفين البلاي ستيشن. ممكن اسجلها يا ربيتش ربيتش ولا هدف. البطوله راح تكون ناريه حماسيه كنا بنستناها. هذا البرنامج برعايه ورجعنا لكم متابعينا وتوقفنا عند سؤال كابتن وفاء انه ماذا مطلوب من المنتخب الوطني خصوصا بعد ما وقعنا بالمستوى الثاني. كابتن وفاء. والله شوف احنا فكرة الفوز بلقب بوجود لقب قاري طبعا بوجود منتخبات مثل كوريا واليابان واستراليا والصين وايران فكرة شوي ممكن وانه تكون صعبة مش مستحيلة للأمانة لكن فكرة ممكن تكون صعبة. وجودنا في التصنيف الثاني أكيد أمر في غاية الأهمية لكن بنفس الوقت في منتخبات كبرى إجت في التصنيف الثالث وحتى في التصنيف الرابع فتخيل سوء طالع يجينا من التصنيف الأول كوريا ومن التصنيف الثالث اليابان ما بيكونش استفدنا إشي من التصنيف الثاني. ممكن يجينا أستراليا كمان وممكن يجيك أستراليا طبعا. فنحن مطالبين اولا ب يعني هذه المجموعه ما عدنا قادرين نرافق وانه نحكي اكتساب المزيد من الخبره بنضحك على بعض يعني هذول لاعبين في منهم لاعبين منتخب اول في منهم يشاركوا في المنتخب الرديف للمره الثانيه في منهم تدرج من الناشئين للشباب للاولمبي والان في المنتخب الرديف وايضا يلعب في المنتخب الاول. فهذه بطوله الهدف منها رفع النسق عند المنتخب الرديف بالإضافة نعم إلى المحاولة وأنه أنا بالنسبة لي قاريا وصول أي منتخب إلى نصف نهائي النهائيات يعتبر أمر جيد. هذا المنتخب يجب أن يصل إلى نصف نهائي هذه البطولة هذا بالنسبة لي يعتبر شيء جيد ويعتبر مطلب بصراحة لأنه أقل من هيك لا منتخبنا أجهز منتخبنا أفضل من أنه مثلا لا سمح الله بروح بالدور الأول. كابتن فراس سؤال الكابتن وفاء انه على تجميع اللاعبين 23 شهر عندك اول مباراه 25 والمنتخب لعب في بطوله غرب اسيا خلال 10 ايام اربع مباريات على ما اعتقد شو اجابتك على هذا السؤال من الكابتن وفاء؟
إجابتي إنه الأمانة إحنا انتقدناها أكثر مرة، هذا سوء تخطيط عنا. يعني إحنا عنا إحنا يمكن الدوري الوحيد أو البطولة الوحيدة في بدناش نقول في العالم، ولكن في المحيط اللي حوالينا اللي زي حالاتنا يعني أو زي مستوانا تقريبا، إحنا قاعدين يعني عفوا في الكلمة بنعمل ثلاث مباريات ثلاث مباريات أو أربع مباريات. يعني أنت حتى يعني اللاعب نفسه أو المدرب أو الفريق اللي بده يلعب في بطولة ما بيعرف إنه مثلا راح يلعب مثلا أربع جولة اللي بعد الثالثة بعد الثانية، يعني ما بيعرف. خلص على مدار شهر يمكن بالكثير بيكون عارف شو بده يسوي. الاتحاد الآسيوي مش اتحاد ناشئ ولا اتحاد صغير، يعني إنك تقول والله عنه مثلا امبارح ذكرك إنه في بطولة في 23 شهر، او امبارح قال لك في بطوله غرب اسيا، او في مثلا تصفيات الفريق الرديف للنهائيات اسيا. لا، هذا بكون حاطه من بدايه الموسم، يعني من اشهر حاطه بكون حاط المواعيد. شكرا. فاحنا لما نيجي احنا نحشر حالنا في هاي الفتره هاي، وزي ما حكينا احنا عندنا منتخب، يعني احنا قاعدين بنركز انه احنا عندنا الرديف، بدنا نوصل، بدنا نطور الرياضه عندنا، بدنا كذا، وبتيجي انت بتعمل هاي النقاط. يعني انا بتخيل قاعد بتخيل شو، يعني انا بتخيل على الجهتين، كتاثير اللاعب على المنتخب وكتاثير المنتخب على اللاعب. تخيل اللاعب انت لما يكون عنده مباراه مفصليه في زي ما قال عفوا الاستاذ وفا، انه قال انه مثلا في لاعب في مباريات كانت بتحدد يا البطل يا الهبوط ممكن، يعني وتخيل انت مثلا في اللحظه هاي ما يلاقي اسمه مثلا ضمن فريق الرديف للمنتخب، ان كان اول او حتى ناشئين، شوف لوين كمان اذا كان بيلعب مثلا تحت سن 20، اذا كان بيلعب كذا. فتخيل انت قديش انت قاعد بتاثر على لاعب، وهذا لاعب يعتبر برضه شاب لسه ما عنده الخبره مكتسبه كثيره، ما عنده يتعامل معها، ما عنده مثلا انه لو ما اختارونيش عادي بفصل بين مثلا المنتخب وبين مثلا الاختيار وبين نادي. لا، فكمان برضه انه لما تيجي تحكي انت اللاعب اختاروه ممكن يخاف انصاب، ممكن ما يروحش يلعب في النهائيات، ممكن. فيعني انت هذا لسه بعيدا، انا بقول لك عن الانسجام وبعيدا عن انه يتطور او المدرب يقدر يفرض فكره او كذا. لا، انا هذا كله قاعد بقول لك لسه على الشغلات النفسيه والتفكير فقط قاعد اللعب. فانا ما بعرف الامان، يعني سوء التخطيط ليش لهالدرجه عندنا احنا في الاتحاد فقط هذا موجود عندنا احنا، ان كان على مستوى مباريات دوري حتى يمكن والله درجه اولى كمان ولا كذا. تخيل انت الكوارث اللي بتصير، احنا بنحكي عن دوري محترفين احنا قاعدين نحكي، وللامانه ما بتطور اذا ما انت البيت الداخلي انت ركزت عليه وركزت قواعد زي الناس، ما راح عمرك تتطور لبرا كمان. يعني ممكن زي ما قال الاستاذ وفاء انه احنا ممكن ما نطالبهم في انجاز، ولكن مش راح نرحمك لما تطلع من الدور الاول، احنا مش راح نرحمك لانه انت عندك اللعيبه وعندك كل شيء مجهز لك، بس انت كاتحاد ما قدرت تمشي مع تماشي مع النظام يعني نظام المنتخب او نظام الدول المجاوره انك توفق منتخبك. كابتن ثابت، حكى الكابتن وفاء انه خلينا نحكي انه الليفل المطلوب من المنتخب انه يوصل لنصف النهائي. طب لو منتخبنا باوزبكستان خرج من الدور الاول، شوف انا شو راح يصير، والجيل هذا راح يضل مستمر، راح ينبل عليه، راح يتم اقاله احمد هايل. هسه شوف انا يعني بعد بطوله غرب اسيا بتابع الناس ارتفعت سقف طموحاتها يعني، ولكن بنفس الوقت احنا عشان نكون منطقيين، يعني احنا بتحكي على بطوله قاعد صراحه صعب. احنا في منتخبات سبقتنا في سنوات كثير، يعني احنا حتى مش قريبين من مستواهم للامانه يعني، ولكن تصنيفهم اقل منا على فكره. ولكن احنا بنفس الوقت انت لو بدك تطلع احنا منتخباتنا في معظم المرات اللي شاركنا فيها بالبطولات الاسيويه تجاوزنا الدور الاول. فلا اني انا مثلا حتى مش بس اخرج من دور المجموعات، اني اطلع على الدور الثاني واخسر، فمعناها انا منتخب هذا اللي احنا بمدح فيه صار لي طول الفتره هاي ما اختلف شيء عن المنتخبات اللي قبل. انا منتخب الاولمبي في كذا مناسبه كان يتاهل للدور اللي بعديه ويخرج منه، والمنتخب الاول برضه في كاس اسيا كان يخرج من الدور الثاني. انا الان للمنتخب هذا اللي بنحكي عنه كله نجوم، كله ركائز اساسيه بانديته، وكلهم واخذوا بطوله قبل كم من يوم. فانا لما بدي اطلع من الدور الثاني فانا ما فرق اي شيء عن المنتخبات اللي قبل، ولكن بنفس الوقت انا مباراه زي ما حكى الكابتن وفاء، انا حضرت مباراه فلسطين ومباراه تركمانستان، للامانه مستوى دون المتوسط، حتى مستوى مش مقنع ولا يليق في منتخبنا. يعني انا بحكي انا بصراحه مباراه تركمانستان منتخب تركمانستان كان افضل منا. انا صراحه عمري ما سمعت عن كره قدم في تركمانستان ولا حتى اسمها كدوله، يعني النوادر ما اسمعها مش بعيد عن كره القدم. حكى الكابتن وفاء امبارح بالبث المباشر اللي هو عبر صفحته انه اصلا كان بيتجهز للبطوله مع انديه من داخل تركمانستان. يعني شوف، يعني انا بحكي لك تركمانستان للامانه كانوا مستواهم افضل منا، ومباراتنا مع منتخب فلسطين مباراه كانت بتعد دقائق بس المباراه بتمشي، وانا بستنى في زين عماد انه يعمل شيء، وفعلا شات شوت من برا 18 اجت جول. فانا
لو بدك تسألني عن توقعاتي، وللأسف ويا رب أكون غلطان، أنا بتوقع المنتخب اللي بنحكي عنه واللي عملنا له الليلة كبيرة، أنا أتوقع وكل منطقية أنه يخرج من دور المجموعات. طب السبب إيش ثابت برأيك؟ لأنه المنتخب مش قاعد بعطي. أنا بعيداً عن الأمور اللي هي الجدول المزدحم والأمور هاي، أنا بحكي مع احترام الكابتن أحمد هاي، أنا شايف المنتخب الوطني غير منتج فنياً، والمنتخب مش منسجم، والمنتخب لا تظهر عليه أي علامة من علامات المنتخب المبشر بالخير. يعني مع اني انا من المحبين الكابتن احمد هايل، وانا صراحه قدرت كل شيء عمله في ظل فتره صغيره من الشحن المعنوي ومن المحافظه ومن اللاعبين قديش بيحبوه قديش شايفينه اسطوره، ولكن انا فنيا المنتخب غير مقنع بتاتا. كابتن وفا، بس في تعقيب صغير، شفناك مبتسم وقت ما حكى ثابت، ايش ابتسمت بالضبط؟ لانه بصراحة بيحكي في المنطق، يعني بيحكي بمنطقية وبيحكي بعقلانية متناهية عن هذا المنتخب. لكن كابتن ثابت، يعني للأمانة شوف اليوم سوء الطالع اللي ظهر فيه، طبعا أنا ابتسمت تأييدا لما يقول هو قال لك احنا كنا ننتظر يزن عماد يشوت من برا 18 عشان نسجل هدف، ومعه حق بصراحة. يعني احنا أمام تركمانستان ما قدمنا شيء، ما بقدر أنا أحكي وأنه سجلنا هدف بالصدفة، لكن تخيلوا أنه هدف علوان لم يسجل، نحن خارج التصفيات. تخيل لو امتدت مباراة فلسطين كمان دقيقتين كنا قاب قوسين أودنا وأنه ناكل جول ونروح من التصفيات. فلا يكفي، هذا لا يكفي. اليوم إحنا الاتحاد يتحمل مسؤولية الظهور السيء اللي ظهر عليه المنتخب الرديف في التصفيات، زي ما حكى ثابت، قال لك المنتخب ظهر منتخب غير منتج. نعم صحيح، المنتخب غير منسجم، المنتخب غير متوازن، المنتخب تخيل احنا من الدقيقه الاولى امام فلسطين نلعب على التعادل، اكثر اثنين لاعبين لمسوا الكره في الشوط الاول امام فلسطين هادي الحراني ويزن عبد العال، قلبي الدفاع بالاسناد مع الظهيرين. طب هذا كمان مش ممكن، لانه احمد هايل يشعر وانه المنتخب مش جاهز، وشعر بذلك في لقائنا امام تركمانستان. حرام، يعني حرام في مكان نحن زي ما حكى فراس قاعدة بتصير عندنا أشياء في كرة القدم الأردنية لا تعقل يا رأفت. يعني أنا الآن محضر بوست إلى ما بعد نهاية مباراة البقعة وسحاب. أنا اليوم في كرة القدم الأردنية كيف من الممكن وأنه أنشئ جيل؟ مش في جملة دارجة حاليا في كرة القدم الأردنية بأنه بيصير اللاعب عمره 24 سنة وبيقول لك ما عنده خبرة لسه، ما أخذ لسه فرصته، على 28 بيقولوا لك كبير، بيكون في أوروبا صار لعب 100 مباراة دولية. طب أنا هل يعقل أصنع جيل صاعد وناشئ وتبدأ الأندية، لأنه نحن في نهايات الأسابيع في المواسم الفرق اللي ملهاش في الطبخة لا فوق ولا تحت تبدأ تعطي فرصة للاعبين الصاعدين؟ طب أنا بأي حق ألزم بقانون محلي داخلي عدم إشراك لاعبين الفئات العمرية قبل انقضاء 72 ساعة على مباراتهم؟ مع العلم يا صديقي وأنه الفيصل اليوم لعب في المحترفين المساء والعصر تحت سن 19 لعبوا. طب كيف يعني أنا كيف بدي أجيب لاعبين من تحت سن 19 وأشركهم بالفريق الأول؟ يعقل؟ إذا ما كانت مباراة الفئات بنفس اليوم بتكون قبل بيوم، طب أنا كيف بدي أبني منتخب رديف؟ طب انا بقدر اعتمد على خبره اللاعبين في بطولات الفئات العمريه التي لا تسمن ولا تغني من جوع لا بنظامها ولا كابتن وفاء ولا باسلوبها؟ بس اسمح لي اني اقاطعك وعشان ننتقل كمان شوي على المحور الاوروبي، بس في سؤال فني، شو الحكمه؟ انت عارف انه اليوم فريقك مش منسجم، واحمد هايل عارف انه اللاعبين جايين مضغوطين، واحنا متفقين انه يزن عماد كابتن معاك انه هو كلاعب طرف افضل، لكن كل المباريات يزن العباد كان يلعب مهاجم صريح، شو الحكمة أمام فلسطين إنه علي علوان طرف يمين، يزن العماد طرف شمال، وبوكبكا مهاجم وهمي؟ لا، هو اللي أنا شفته أكثر بأنه بوكبكا كان على طرف ويزن عماد في العمق، ولو إني كنت أفضل، يعني شوف أنا خليني أتفق معك في نقطة، يعني ليه علي علوان يلعب على طرف؟ هو شو الفائدة؟ يعني أنا أول إشي جايب لاعب غير منسجم مع المنتخب وحطه بمركز غير مركزه، فاتوا افضل امام تركمانستان في الصندوق، فليه انا العبه على طرف؟ انا فقدت كل شيء ممكن يقدم لي اياه علي علوان. انا اشوف بالنسبه لفكره يزن، يعني هي بتضل
الاختلاف في وجهات النظر في عالم كرة القدم وارد طبعا وهي رؤى، لكن أنا على المستوى الشخصي أنا لما شفت يزن عماد بيلعب أول مرة قبل 4 سنوات شفته بيلعب طرف يسار، لذلك أعجبت فيه لأنه رجل سريع، كنتروله على الكرة فظيع جدا، الجري مع الكرة مميز جدا، ولد بحب يخترق من الطرف، ولد بحاجة مساحات. يزن مش لاعب، يعني أنت ارجع لبوكبا في بطولة غرب آسيا، كلما تواجد بوكبا في الصندوق كلما سجل هدفا، وكلما تواجد يزن خارج الصندوق كلما صنع فرصة. فما أعرف الإصرار على أنه يكون يزن دائما في الصندوق، ما أعرف شو الهدف منه. كابتن ثابت، بدي أنا أحكي شغلة معلومة أشاركها مع الكابتن وفاء، يعني أكيد هو أخبر مني في هذا الموضوع، ولكن أنا بدي أقترح عليه الفكرة هاي. يعني الشغلة الفنية بحتة، يعني بالنسبة ليزن عماد دائما كابتن أنت عارف يعني المهاجمين في لاعبين بفضلوا يستنوا الكرة، وفي لاعبين بيكونوا أقوى لما يستلم الكرة ويدخل على البوكس. هلا يزن عماد أنا ما بشوفه لاعب طرف صريح، يعني لاعب سرعات وسبرنتات وأوفرات، ولا بشوفه مهاجم صريح. يزن عماد نقطة قوته ينزل يستلم الكرة ويدخل فيها على منطقة الجزاء. يعني يزن عماد قوته لما يستلم الكرة ويدخل على منطقة الجزاء. اللاعب اللي بحب ينزل يستلم الكرة صعب عليك تحطه في مكان يظل يستنى الكرة، مش صفاته يستنى الكرة. مبادر يعني دائما هو عنده قوته الشخصية يستلم الكرة ويدخل على مدافع أو مدافعين ياخدهم. يعني الفكرة هاي إني أنا محتاج مهاجم مع يزن عماد، وبشرط انه يزن عماد ما يكون لاعب طرف، يعني لاعب اللي هو اقرب 9 ونص، يعني لاعب يكون يستلم الكره عن مشارف منطقه الجزاء ويدخل فيها. انا بدي اشوف راي الكابتن وفا في هذا الموضوع. يعني كابتن وفا اتفق، يعني انت حكيت بانه يزن عماد مش لاعب تحطه في مكان ويستنى الكرات، صح؟ نعم. فبالتالي انت لما بتحط راس حربه لاعب رقم 9 في الصندوق فانت بتقول له انتظر التمويل اما من الاطراف او من اللاعب رقم 10 او 9 ونص زي ما بتسموه. ولما بحكي عن يزن عماد بأنه لاعب يجب أن يهرب من الرقابة، يجب أن يخرج من الصندوق لحتى يستلم ويعمل الحلول في الواحد ضد واحد، فمعناه هو لاعب ليس لاعب صندوق، هو خارج الصندوق. نيجي على فكرة يكون طرف ولا يكون 9 يكون لاعب رقم 10 هذا موضوع ثاني، لكن المهم وأنه يزن ما يكونش مكبل داخل الصندوق، لأنه أنت عم تفقد خاصيته. يعني أنا اليوم قاعد بشوف السحاب والبقع الشوط الأول لانه يزن بيلعب راس حربة ما استلمش الكره مرتين، صحيح. لما عم يخرج من الصندوق عم بيصير في عنده حلول، وفي حال استلمها هو مش اللاعب صاحب اللمس الوحدي. يعني في حال استلمها بطبيعته بعقله الباطن يزن مش لاعب صاحب لمسه واحده على الاطلاق. يزن اللاعب اللي يجب ان يبتعد عن الصندوق، يستلم، يمارس هوايته في المراوغه من خلال القوه البدنيه، من خلال السرعه، من خلال واحد ضد واحد، ومن ثم بعد دخوله في الصندوق اما في التسجيل او في الصناعه. كابتن وفاء، ننتقل للمحور الأوروبي الآن، وقبل ما نبلش بالمحور الأوروبي بس سؤالي إليك، ليش دائما لما نطرح المحاور المحلية بيكون في تشنج حتى لدى الضيوف، وبيكون ردة فعله أنه أنا ممكن هسه أطلع أسمع من الجمهور، لما بينفتح النقاش بالأوروبي بكل واحد بأريحيته، لمتى الظاهرة راح تظل موجودة عندنا بالأردن؟ لانه مورينيو مش قاعد يسمعنا بس كابتن يونايتد وأتلانتا راح نشوف السيناريو بالذهاب. مين عفوا؟ مانشستر يونايتد وأتلانتا اليوم. مانشستر وأتلانتا، يعني شوف اليوم سولشاير بعد تغيير طريقة اللعب، بعد الدش الساخن اللي أكله، تغيير طريقة اللعب أتت وكلها بصراحة. الفوز الأخير على توتنهام كان فوز محترم نتيجة وأداء. لا، ما أعتقد وأنه مانشستر يكرر الغلطة في أكثر من مناسبة خاصة على صعيد دوري الأبطال. وأنا شايف وأنه اللاعبين الكبار في مانشستر بدأوا يلعبوا دور في تسيير كفة الفريق بالتعاون مع سولشاير. طب كابتن، هو سولشاير ليش بس يحكوا له معك 3 مباريات أو مباراتين بيبدع، ولما يكون الفرصة متاحة له أنه يعمل مباريات حلوة بتلاقيه خارج الإطار الكرة القدم والتدريب والإطار الفني؟ من حالات الروح. ابن برشلونة كيف؟ الله أنا. وبرشلونة في رأس. شوف والله أنا للأمانة مش متفائل كثير في وضع برشلونة، خاصة بعد مش إنه قبل الإقالة أحسن وبعد الإقالة أحسن، لا، لكن يعني في إشي برشلونة غلط، في إشي خطأ، يعني مش عارف، يعني والله احترنا، والله بيني وبينك احترنا. هسا شوف، أنا آخر مباراة حضرتها برشلونة وفريق ألفيس، انت برشلونه قاعد فريق بصراحه، يعني في لعيبه حرام تلبس التيشيرت تبع برشلونه، حرام، يعني حرام مروا من جنب الكامب نو، يمروا
بس فقاعدين بياخذوا مراكز اساسيه وبيلعبوا هفوات بشكل رهيب، نفسيه تعبانه. بحمل انا بحمل الامور هاي بالاداره السابقه وبتكملتها بالاداره الحاليه اذا ما تداركت الموضوع. ممكن يكون شيء يعني ممكن هو ضحى في ميسي وضحى في لعيبه وضحى في المشروع الرياضي مبدئيا عشان انه يقوي حاله اقتصاديا ويرد يرجع. طيب بعد سنه او سنتين. فراس في اليوم شخص وحكى لي انه اسال فراس هذا السؤال، لما تتذكرك تكتب القادم اجمل؟ طول حياتي بكتب القادم اجمل لكل شيء، لانه دائما حتى ربنا بيقول التفاؤل بالخير تجدوه، ودائما احنا متفائلين. انا بدي القادم اجمل على البوست، انا للجزيره لاي شيء بكتبه، للبرشلونه، للارجنتين، وانا طول محظوظ بالفرق اللي بتوجع القلب بصراحه. ان شاء الله تكتب لهم القادم اجمل. سولشاير سولشاير صراحه الغريب في الموضوع مش انه تحت الضغط فاز، هو تحت الضغط عمل لاول مره منذ استلام سولشاير لمانشستر يونايتد بيلعب في التشكيله هاي، بيلعب في ثلاث مدافعين ومش بس هيك، الفكره انه الفريق ابدع فيها يعني. فهي هذا الموضوع خطير جدا ترى، يعني مش سهل انك في لما انت في لحظه حسم انك تختار تشكيله لاول مره تلعب فيها واللاعبين اول مره يلعبوا فيها واستغنى عن الاطراف، مع انه اغلب لعب سولشاير على الاطراف واستغنى عن الاطراف تماما، مش سهل عليك انك تعمل هيك وتقنع. بعتقد انه مانشستر يونايتد في يعني راح يتجاوز مباراه اتلانتا ونرجع للدوري للاكثر تعقيدا، نحكي عنها في وقتها ان شاء الله. كابتن وفاء، اتلتيكو مدريد غدا وليفربول. مباراة الحماس، مباراة الحيوية، مباراة النشاط، مباراة الفرق اللي تعتمد على العامل البدني، مباراة الفرق اللي تعتمد على الأسلوب التكتيكي عالي المستوى، مباراة الفرق اللي مدراءها الفنيين لا يتركوا شاردة أو واردة ويغفلوها، يعني كلوب وسيميوني من المدربين الملمين بأدق التفاصيل في المباريات، مدربين بيعرفوا يعدوا للمباراة كويس، بيعرفوا يقرأوا الخصم كويس، بيعرفوا شو بدهم من المباراة أصلاً وليش رايحين لها. أنا واحد من الناس دائماً بخاف من سيميوني، لأنه هذا الرجل إذا شعر للحظة وأنه غير قادر وأنه يسير المباراة بالطريقة اللي هو بده إياها، مستعد وأنه يفقدك المتعة، مستعد وأنه يفقدك جماليات كرة القدم في سبيل وأنه يخرب اللعبة على فريق الخصم، فبالتالي تصير المنظومة الفنية والشكل التكتيكي لكلا الفريقين مش في قوامه وفي مكانه الصحيح. مباراة صعب تتوقعها، يعني أتلتيكو عملوا نتيجة محترمة الأسبوع هذا في الدوري الإسباني، برشلونة ليفربول بقيادة صلاح فريق خارق بصراحة، يعني بدايته شوي كانت صعبة في البريمير ليج، لكن اليوم ليفربول فريق يمكن نقدر نقول وأنه لا يقهر، يعني فريق صعب. بعدين البحث عن الصدارة مهم في الشامبيونز ليج. كابتن، والأقرب إلى قلبك، ميلان وبورتو. شوف ميلان، يعني شوف أنا السنة الماضية في الدوري الأوروبي قلت شخصيا بستغني عن الدوري الأوروبي في سبيل وأنه أركز أكثر في الدوري الإيطالي. أنت اليوم حتى لو فزت في ثلاث مباريات قادمة وحصلت 9 نقاط، فرصتك ضعيفة جدا في التأهل. فيمكن بيولي واللي شفناه في المباراة الأخيرة لميلان أمام روما، بيولي أصبح من النوع اللي بيضغط مجموعة من اللاعبين في لقاء وبيكون مريح المجموعة الأخرى وبيصير بيبدأ في هذه المجموعة الثانية وهكذا تواليك. فبالتالي إذا بيولي شايف وأنه هو لن يقوى على الصراع على الجبهتين، لأنه الدوري الأوروبي الموسم الماضي بصراحة خرب كثير على ميلان من الناحية الفنية ومن ناحية جمع النقاط والمنافسة على اللقب، كابتن كان مش مستعد لسه يقاتل على بطولتين. لا بعدين شوف، تخيل أنا مبارح التقيت بكلارنس سيدورف ومعه حبيب نور محمدوف، وحبيب نور محمدوف بصراحة بطل العالم في الام ام اي، فجاني بالنولج في المعرفة العالية في كرة القدم، فبسأل سيدور عن ميلان وعن أوضاع ميلان، فتحدث قليلا. بعدين دخل حبيب نور محمدوف بيقول مشكلة الميلان باللاعبين الصغار، انت اليوم المشاركة في دوري أبطال أوروبا فيه ضغط بدني وفيه ضغط نفسي ومجموعة الميلان صعبة في الثلاث فرق اللي موجودة، ولاعبين خبرة فقط مثل جيرو وزلتان ما بيقدروا يشيلوا الفريق.
بينما هذه التوليفة ممكن تكون مميزة محليا، لكن صحيح توليفة ميلان اليوم من الصعب وأن تذهب بعيدا في 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 دوري الأبطال بصراحة. كابتن فراس، ليفربول ما ليفربول وأتلتيكو مدريد سيمون كلوب، شفنا مباراة الذهاب كانت ممتعة، وأنت شايف تميل الكفة اليوم بالإياب؟ طبيعي، يعني هي مدام طرف فيها كلوب ومحمد صلاح في الوقت الحالي الطرف بميل إلهم. هي فكرة، بس في نقطة أنا حكاها الكابتن وفاء، أنه ليفربول فات في الفورمة والانسجام، وبلش يعني اللعيبة خاصة هجوميا كذا يخضعوا بعض كثير، وسطه قوي جدا كمان، يعني عنده في كل مراكز بتحسه قوي ليفربول. ممكن انا يعني ممكن هو السكواد عنده شوي ضعيف، ممكن الخارج يعني ما في عنده هالبدل اللي يقلبوا نتيجه وكذا، ولكن في انا في مشكله مرات بحس ليفربول في مباريات كثيره بشت في لحظات من المباراه، يعني لاحظناها مع اتلتيكو مدريد انه في لحظه قدر يرجع عليهم اتلتيكو مدريد ويعادلهم، وممكن كان يمكن في فرصه لكريزمان او كذا انه يقلب النتيجه عليهم كمان، مش بس يعادلهم، ومع برايتون كمان في الدوري هيك صار فيهم. فهي ممكن تكون هاي النقطه اللي ممكن يستغلها سيميون، اللي هي انه في فترات في المباراه بحس ليفربول بشت، هي غرور، هي مثلا اللعيبه نفسها مثلا بتركن انه مثلا تقدمنا 2-0 او هي النتيجه خطره 2-0 معروفه يعني، ولكن انا هيك بحس في اكثر من مباراه لاحظت على ليفربول هاي النقطه. يعني كابتن ثابت، الاسبوع الماضي بحث المقابلات التلفزيونيه انت صرحت انه صلاح النجم الابرز، صار اذا صلاح موجود ممكن يحسم المباراه، اذا غاب صلاح ممكن ليفربول يتراجع. هل بمر في صلاح ناتج عن تطور ام هي فتره مؤقته؟ لا بالتاكيد تطور طبعا. انت محمد صلاح، احنا من اول ما اجى محمد صلاح على ليفربول وهو بمستوى تصاعدي، يعني محمد صلاح دائما هداف، دائما بيسجل، ما عمره غاب. ولكن احنا الان محمد صلاح انتقل لمرحلة أخرى تماما، يعني بالموسم هذا الآن محمد صلاح صار حاسم، صار هو الرجل الأول في الفريق. يعني زمان كنا نحكي الثلاثي الهجومي فيرمينو ماني صلاح كلوب، الآن محمد صلاح تقمص دور المنقذ يعني، هاي ونضج أكثر وصار دائما هو الحل عنده دائما، حتى اللاعبين أهداف وشوت ورقاب، حتى اللاعبين صار يسلم الكرة لمحمد صلاح. هذا اللي فرق عن الموسم الماضي. ولكن أنا بدي أحكي شغلة مهمة عن مباراة أتلتيكو مدريد. أنا من عشاق سيميوني، يعني على المستوى الشخصي سيميوني كلوب من أصعب المدربين في الدنيا. صحيح. كلوب يعني من أحسن ما شفت في حياتي. غوارديولا في عظمته كان يعني أصعب مدرب غلبه وما قدر يتفوق عليه هو كلوب. ولكن أنا بمباراة الذهاب ليفربول وأتلتيكو مدريد سيميوني تفوق على كلوب في كل شيء، في كل شيء للأمانة. ما عمري شفت كلوب خسران قدام مدير فني بالطريقة اللي كان خسران فيها قدامه بمباراة الذهاب. ولكن يعني ظروف الطرد، ركلة جزاء بسذاجة من المدافع أتلتيكو مدريد، يعني صراحة سيميوني حسيته انظلم من الأشياء. سيميوني مش انظلم أتلتيكو مدريد، بحكي عن سيميوني كمدرب، انظلم من فريقه أو الظروف اللي صارت في المباراة. ولكن طبعا حسمها إن شاء الله، نستمتع اليوم وبكرة إن شاء الله بالمباريات. كابتن وفا، أنا اليوم يعني يمكن من الأحلام اللي كنت أحلمها وقاعدة تتحقق. لا 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 بالعكس مقابلتك، إدارة حوار معك، أنا مش بتمنى إن الحلقة تنتهي، وبتوقع الضيوف فراس وثابت أكيد إنه أكيد. لكن دائما وقت البرنامج هو اللي بيداهمنا. إحنا سعيدين اليوم إنك موجود معنا والمايك معك كابتن وفاء. أنا أسعد أكيد يا رافت. راح أضيف في 10 ثواني على اللي حكاه ثابت بخصوص صلاح. أول مهمة نجمت صلاح مهمة تهميش ساديو ماني. كان في صراع كبير بين صلاح وساديو ماني على نجومية ليفربول. صلاح تمكن من تهميش ساديو ماني وتفوق عليه وأصبح نجم إنجلترا الأول، مش بس نجم ليفربول. وبالتالي استمرارية نجومية صلاح مرهونة بعودة ميسي وكريستيانو. هل انتهى عصر ميسي وكريستيانو إن كان هذا مع مانشستر وهذا مع باريس سان جيرمان، أم لهما عودة في يوم من الأيام في القريب العاجل؟ لأنه ما تقدر تحكي عن المستقبل أكثر من هيك، أنت بتحكي عن ناس صار عمرها 36-37 سنة. وبالنهاية سعدت بتواجدي معكم جميعا، كانت حلقة مميزة صراحة ومريحة جدا، وهذا دائما يا رافت شرف لإلي بصراحة. نحن نتعلم من بعض ونحن نكبر ببعض، وإن شاء الله في يوم من الأيام كلكم منشوفكم قامات إعلامية كبيرة جدا ومحللين رياضيين على مستوى عالي.
كابتن فراس بشكرك، كابتن ثابت بشكرك، إذا أنتم تضيفوا بس نص دقيقة. أنا فخور كثير بتواجدي صراحة في الحلقة الاستثنائية بوجود الكابتن وفاء، مبسوط كثير إنه موجودين مع بعض وبنحكي مع بعض، ما شاء الله عليه، بتمنى له التوفيق. الكابتن وفاء من الناس الطموحين واللي أنا بتخيل إنه ما وقف، بتخيل إني أشوفه لسه بأماكن أفضل من هيك، وبتمنى له التوفيق وشكرا كثير لهذه الفرصة اللي أتحنى إياها إنه نكون مع بعض في هذه الحلقة. كابتن فراس، شوف أنا قبل فترة وجه لي نصيحة الكابتن وفاء والأستاذ وفاء، ما توقعت إني بهالسرعة أقدر إني أجي وألتقي فيه، خلينا نقول يعني مش وجها لوجه لكن إني أحكي معه مباشر، وأشكره على اللفتة هاي، وأشكره على للأمانة ما كان في من وراها إشي مصلحة بينه وبينه، عفوا في الكلمة، ما بعرفني أصلا، كان غير إنه عن طريق الكتابة والمنشورات قدم لي نصيحة كانت كثير إنها من يعني من الناس اللي فعلا تحترمه لأنه ما بيعرفك، وبقدم لك نصيحة وبذكرك قدام آلاف من الناس بتشاهده بكلام حلو بكلام لطيف، رفع من معنوياتي بعد ما كانت في السالب، رفعها كثير وخلاني إني كأني انولدت من جديد في الموضوع هذا. بشكره كثير وبتمنى إنه بالفعل دائما يكون متواجد معنا في الحلقات القادمة. متابعينا لا يمل اللقاء معكم، وإحنا كنا مستمتعين بمتابعتكم، إن لا تيأس، قاتل على أحلامك، يمكن أنت تحكي شو هالحلم اللي كان يحلم رافض أنه يدير لقاء مع وفاء أو يكون ضيف في أحد برامجه، لكن هاي من أحد الأحلام اللي موجودة عنده. أنا بعتبر اليوم الخطوة الأولى تحققت عندي، أني أنا حورت قامة رياضية كبيرة بتمثلنا في خارج البلد، بين سبورت، الشاشة البنفسجية الكل يعلمها، وكابتن وفاء من أحد القامات الإعلامية المطلومة محليا في مدح وتسليط الضوء عليها. لو استغلت قامة وفاء سقار اليوم بكل ما يطرحه على بث المباشر خلال الأسبوع، كان إحنا اليوم فرقنا كثير بكرة القدم الأردنية. متابعة مبتعة لدوري أبطال أوروبا، وانتظرونا في الأسبوع القادم في حلقة مميزة وأجمل إن شاء الله.